هي الأخيرة في التمثيل الغذائي، تمت عملية الإطعام وبعدها الهضم وبعدها الجسم امتص الغذاء، كيف يستفيد من هذا الغذاء؟ يسموا فيه التمثيل الغذائي. يبقى عملية التمثيل الغذائي عملية نقل الطعام الممتص والاستفادة منه. نجو للسكريات، كيف نستفيد من السكريات؟ يكون الدم الموجود في الخملات غنيا بالمواد السكرية، زي ما قلنا المسؤول عن الخملات هي الشعيرات الدموية، فيكون الدم غنيا بالمواد السكرية. تتحد الشعيرات الدموية مكونة أوعية دموية أكبر يسموا فيه الوريد الكبدي البابي، وريد الكبدي البابي، وحنعطي لكم واضح حتى هو في الرسمة اللي هو هذا، هذين طبعا شعيرات دموية تتحد مع بعضها وتعطيني الوريد الكبدي البابي اللي هو يشيل الغذاء الممتص من الأمعاء الدقيقة وياخذ الأملاح المعدنية والماء من الأمعاء الغليظة ويشيلها إلى الكبد. ينقل الوريد الكبدي البابي السكريات إلى الكبد. شنو يصير لها السكريات في الكبد؟ في الكبد تتحول السكريات الممتصة، طبعا إذا كان زايدة عن الحاجة تتحول إلى جليكوجين وتخزن إلى وقت الحاجة. بعض الجليكوز يترك الكبد ويوزع على جميع أجزاء الجسم، زي ما خذينا نحن قلنا جليكوز يستخدم في عملية التنفس اللي هي تكسير جزيئات الجليكوز للحصول على الطاقة، فيترك الكبد ويتوزع على بقية خلايا الجسم. يستخدم الجليكوز في إنتاج الطاقة أثناء التنفس. الجزء الزائد أو الفائض من الجليكوز يخزن في الكبد في صورة جليكوجين. في حالة الجسم محتاج إلى جليكوز يصير العكس، يتحول الجليكوجين إلى جليكوز بواسطة هرمون الأنسولين الذي يفرزه البنكرياس. عند احتياج الجسم إلى جليكوز يحول الجليكوجين المخزن إلى جليكوز ويحمله الدم إلى الخلايا باش تستفيد منه. نعطوا مصير الأحماض الأمينية، زي ما قلنا الأحماض الأمينية حتى هي تمتصها الشعيرات الدموية، فيجب مرور كل من السكريات والأحماض الأمينية خلال الكبد قبل الوصول إلى الدورة الدموية، وتكون مسارات نقل تلك المواد في الجسم واحدة، يعني سواء كانت السكريات أو الأحماض الأمينية يأخذها الوريد الكبدي البابي ويعطيها للكبد، وبعدين الكبد هي المسؤولة على توزيعها إلى بقية أجزاء الجسم عبر الوريد الكبدي. ونردوا على الرسمة باش تخيلوها أكثر، يعني اللي يجيبها للكبد هو الوريد الكبدي البابي، وبعدين يأخذها الوريد الكبدي سواء كانت أحماض أمينية أو سكريات أحادية ويوزعها على بقية أجزاء الجسم باش يستفيد منها. بفيش تستخدم الأحماض الأمينية في الجسم؟ تستخدم الأحماض الأمينية إن هي تتحول إلى بروتوبلازم جديد يستخدم في النمو أو تعويض الأجزاء التالفة في الجسم وتكوين الإنزيمات والهرمونات. نحن لما عطينا تركيب الخاملة قلنا المسؤول عن نقل الدهون هي الشعيرات الليمفاوية، فتحتوي الشعيرات الليمفاوية بالخاملة على سائل عديم اللون يسمى الليمف. عند امتصاص الشعيرات الليمفاوية، طبعا لما تمص الشعيرات الليمفاوية المفروض هنا مكتوب الدهون، عند امتصاص الدهون في الشعيرات الليمفاوية تمتزج مع الليمف لتكون سائل يسمى الكيلوس. شنو يصير للكيلوس هذا؟ تتحد الشعيرات الليمفاوية لتكون أوعية ليمفاوية أكبر تفرغ الكيلوس هذا. الكيلوس هذا قلنا عبارة شنو؟ عن الليمف ودهن تخلطا مع بعض، الدهون مع الليمف تعطيني سائل لبني يسمى الكيلوس. تتحد الشعيرات الليمفاوية لتكون أوعية ليمفاوية أكبر تفرغ الكيلوس إلى مجرى الدم. يحمل الدم الدهون إلى سائر أجزاء الجسم باش يستفيد منها، والجزء الباقي حتى هو يخزن تحت الجلد وحول الكليتين وحول القلب وفي المساريقة. المساريقة هذا عبارة عن غشاء يربط الأمعاء الدقيقة مع بعضها البعض، فتحمل الدهون إلى الكبد قبل استخدامها حيث تتحول إلى أشكال يمكن أكسدتها أو تخزينها، يا تؤكسد يا تخزن. أمتى تؤكسد الدهون؟ تؤكسد الدهون في ظروف معينة، مثلا في الصيام لما يقعد الجسم بحاجة إلى جليكوز، فتؤكسد الدهون عند عدم توفر الإمداد الكافي من الجليكوز لتزويد الجسم بالطاقة باش يستخدمها في عملية التنفس والحصول على الطاقة. نجولي
الكبد، وظائف الكبد. الوظائف المرتبطة بالنسبة للكبد بالهضم والتمثيل الغذائي، أول حاجة عارفين أن الكبد تحتوي على الحوصلة الصفراوية وتفرز الصفراء، يبقى تلعب الكبد وظيفة مهمة في إنتاج الصفراء التي تساعد على هضم الدهون. الكبد حتى هو عنده علاقة بتنظيم تركيز الجليكوز في الدم، تنظيم السكر في الدم. يحافظ الكبد على كمية الجليكوز في الدم، إذا كان في زيادة يحولها إلى جليكوجين، زيادة جليكوز، وإذا كان في نقص يعوض النقص هذا بتحويل الجليكوجين إلى جليكوز ويمد الخلايا بالنقص نتاع الجليكوز، يعني يحول في الكبد الجليكوز الزائد إلى جليكوجين غير قابل للذوبان ويخزن. عند الحاجة، يعني عند حاجة الجسم للجليكوز، يتحول الجليكوجين إلى جليكوز. بما اللي يحول الجليكوجين إلى جليكوز؟ زي ما قلنا الإنسولين، وهو تفرز غدة البنكرياس، وفي هرمون آخر اسمه الأندرالين، وهو الأندرالين هذا اسمه هرمون الحالة الطارئة، يعني في حالة نقص هو اللي يعوض أو يحول الجليكوجين إلى جليكوز. الهرمونين هذين مسؤولين عن تحريك الجليكوجين أو تحويل الجليكوجين إلى جليكوز والتحكم في مستوى السكر في الدم. الوظيفة الأخرى للكبد هي نزع المجموعة الأمينية من الأحماض الأمينية. المجموعة الأمينية اللي هي يسموا فيها الـ NH2، فتنزع من الأحماض الأمينية، تصل الأحماض الأمينية الزائدة عن الحاجة إلى الكبد. الكبد تحول منها المجموعة الأمينية، يا اللي حولت منها المجموعة الأمينية يتحولها إلى يوريا يتم التخلص منها عن طريق البول، أو يحول إلى جليكوز وبعدين يتحول إلى جليكوجين ويخزن. يعني تنزع منها المجموعة الأمينية، جزء منها يتحول إلى يوريا وتخرج مع البول، أو والجزء الآخر شنو يصير له؟ يتحول إلى جليكوز ويخزن في الكبد في صورة جليكوجين إلى وقت حاجة الجسم إليها. هيك إن شاء الله نقدر كملنا المذكرة، وإن شاء الله وفينا بالمعلومات الموجودة اللي فيها، وهيك من خلال تكملة الشرح انتهت المذكرة. نتمنى لكم أبنائي الطلبة وبناتي الطالبات بالنجاح والتوفيق، وإن شاء الله نقدر نقوله كفينا ووفينا. نحن عارفين أن المعلومات بسيطة، لكن نظرا للظروف اللي تمر بها البلاد فحاولنا أن نحن نختصر واجب. وإن شاء الله بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.